السيدة كنت بخير ولا خير، كان ما خاصني حتى شي خير، كنت خدامة ما عليا ما بي، صحيحة بصحيحة. واليوم في هذا الزمان تلات بي لي مرت، ما كان خاصني حتى شي خير، الحمد لله لا أنا ولا راجلي، كان الحمد لله ما خاصني حتى شي خير، كنا عايشين بخير ولا خير، كل شي عندنا الحمد لله. يعني الراجل كيخدم كيخدم لقمة العيش ضروري، الحمد لله كيجيب لنا لقمة العيش، كان نعيشو بخير ولا خير. واحد النهار وانا مرت صافي، مرت هي هذيك من طبيب لطبيب، قلت عمي انا يعني داكشي غير عادي، داروا لي التحاليل الطباق، جات تحليله حتى لفرنسا، يسعبوا عندي شي حاجه خايبه، ملي داروا لقاو عندي عير البرد في الصدر، قالوا مزيان راه يتعالج. صافي بقيت هكا كنتعالج شويه بشويه، وليت غاديه على اللور، اللور حالتي كتدهور، ولا الراجل مره خدام مره ما خدامش، ولا مقابلني عا انا، والمصارف ديال الدواء التحليله رخيصه، كدير 5000 حتى 6000 ريال، هذه اللي رخيصه. صافي هي هذيك، الراجل ما حيتو الخدمه ما حيت لي انا، صافي جلست من الخدمه ما تليش قادره نخدم، وليت عبارك حتى كنتخنق، كيهزني يدين ندير الاكسجين ويديني السبيطار حسن الثاني نعس فيه، ضروري نعس فيه. صافي هي هذيك، ما ترجع عندو باش يخلص لك، صافي هذيك صبرت علينا مولا الدار، قالت لك بغات دارها. صافي وحنا نخرجوا، خرجنا وبركنا هنا في الشارع، اليوم عندنا 19 يوم باش حنا ناعسين غير في الشارع. يعني خرجوا للزنقة؟ يعني خرجنا للزنقة باركين فيها. ما بقاش عندكم باش تخلصوا الكلام؟ ما بقاش، لا ما بقاش عندنا، وتقول وعندنا الله سبحانه وتعالى. شنو المرضى اللي عندك؟ قلتي لي الرية ديالك. دابا المشكل اللي عندي باللي بقاو كيديروا ليا كاف، هاد المرضى الاخر النعسة الاخرى اللي نعست، قالت لي شوفي يا بنتي ما نكذبش عليك، الرية عندك صافي كرمات. كرمات الرية؟ كرمات لي الرية تاعتي. دابا ما كنقدرش، كنتمشى من اللي صافي كنطيح، غير الا بقيت واقفه هكا كنعود نهج ولحمي ترعد عليا كنجلس صافي. يعني ما عمرك تخيلتي انك ما عمرني في حياتي غيجي شي نهار وغنعس في الزنقه؟ ما عمرني في حياتي كنت حال ما غنعس في الزنقه حتى وليت ناعسه، ولكن الحمد لله. انتي وراجلك انا وراجلي وولدي، ولدي يلاه عنده 8 سنين، باقي صغير وكيقرا ولا كيدور، ولدي وكيقول لي ماما واش حنا غنبقاو في الزنقه هكا؟ قلت له ولدي لينا الله نبقاو تيفرج علينا الله، كيف تيفرج علينا اللي دار الله هي اللي كاينه، اللي جاب لينا الله مرحبا بها. تغلب تغلب، ما بقاش ما بقى قاد يخدم الخدمه، مثلش مرسي فيها، ما حلتو الخدمه ما حلتو ليا انا، ولا مقابلنا الاكثر يمقابلني انا، كي غيدير يعني سمح في سمح فيها ولا عا كيبريكول؟ يعني عا بريكول عا انا. هذا هو اللي كاين. صافي هذيك ما تلاش بار باش خلص، صافي خرجنا ما تخلى شي عليا الحمد لله، ما تخلاش. واش غندير؟ ما كاينش البديل، انا ما كرهتش محسن ولا وعير بيت، عير بيت يهدي لينا نتهنا وعير من الزنقه، يا شي محسن قرب من وجهي الله كذبش عليك، والحمد لله غير ربي تنتهناو فيه انا وولدي وراجلي، هادشي اللي كاين. 19 يوم حنا كنباتو وكنضلو في الزنق، والحمد لله كيداز راك عارف البرد هذا، والحمد لله. والمشاش كيباتو في الليل كامل ما تيحيدوش، هنايا مع الزبل وهنا وكلشي، المشاش كيباتو الليل كامل هنايا والحمد لله. صعيب صعيب بزاف، ما تبغي ما تبغي لاي واحد، ما تبغيش يكون في هذه الحاله اللي كاينه فيها انا، هذه الحاله اللي فيها انا ما تبغى حتى شي واحد، ولكن الحمد لله الحمد لله من عند الله. واحد الجار الله يعمر دار هو اللي هزني بالماكله، وداك ديما مسكين كيجيب لي ما ناكل، الله يسهل عليه، دار الصحراوي يا ربي تسهل عليه، من دار الحاج تسهل عليه، من دنيا واخره الحمد لله. الجيران تما ما عندهمش، اللي عنده اللي عنده شي حاجه كافيه، ما كاينش شي واحد غيدخلك لدارو، كاين شي واحد غيدخل اسره كامله غيدخلها لدارو. الناس دابا ولات كتخاف، كيبغيو كيقول لك غادي غيدخلك غتملكي لي دارو. انا كون كان فيا داك الشيء ما نخرجش من مورا الدار، من دارها انا ماشي هكا، كنقول لا انسان بغى شغلها خرج من دارها،
خليت لها شغل قلت لها ديالك ما تلاش عادي باش نخلص لك راه الموجود واش غندير ندابز معاها على ديالها راه دارها هذيك ولكن الموجود الله ما لقيتش من غير الزنقه فين غنمشي جاوا قالوا علاش بقالت هنايا خاصك تكري قلت لي باش نكري ما عنديش ما قلبوش اللي كيكري ما عنديش باش نكري ما قلبوش هما يكريو الله علم ما تقلبوا ولا ما لقاوش الله علم من تما بقاو جاوا عندي جا عندي المقدم هنايا وسولني قال لي شنو قلت لي ما عنديش باش نكري انا مريضه انت كتشوف الحاله ديالي تغلبت انا كل ساعه طيحه كل ساعه طيحه راه واخا داوي معك دابا راه ما كيترعب ما كنقدرش ما كنقدرش ندير على راسي غير الماء الماء لخطاني الماء صافي كنشرب منه فمي كينشف من جهته هي وواحد الفندي الا ما شربتوش كنزحف زحفت باش نعس في السبيطار نكذبش عليك والحمد لله الحمد لله هادشي اللي قالت لي قالت لي الدواء ديالها كيدير 7 المليون وتخلصي كاش دخلتها في البلاصه باش ترجع لك الريا كما كان هادشي اللي قالت لي انا كنت باغا نرجع عدو بلي شت راسي انا دابا 19 وانا هنا في الزنقه مجبرت كنمشي نرجع عدو ونخلي حالتي هكا الحمد لله اش ندير الحمد لله اللي جات من عبد الله مرحبا بها اللي جات من عبد الله مرحبا بها النداء ديالي للمغاربه كنطلب من خوتي ومن خواتاتي المحسنين كاملين يحنوا فيا يشوفوا فيا ولو عير بيت غير بيت نستقر فيه انا وولدي وراجلي حيدوني على من الزنقه هادشي اللي كنتمنى حتى يديموا الامانه امانته انا وليت كنعس في الليل كنقول محالش نصبح ملي كنصبح حال عيني كنقول الحمد لله اليوم صبحت حيه الحمد لله 07 02 69 09 09 40